لا تغيب تلك الالتقاطة عن الأذهان، قالها سأبقى إلى الأبد، وفعل حين ظفر بمنصب الرئيس 45. ثم عاد من تابوت موت سياسي إلى الحياة من جديد، وبعث الرئيس 47 لأمريكا. قصة لا تشبهها قصة، لا في الحلم الأمريكي ولا في شتى أنحاء المعمورة. ظل الرجل الأصفر الأشعث طوال فترة إخفاقه بمنصب الرئيس 46 متعهداً متمسكاً بحلمه وبكل تفاصيل شخصيته النادرة، ليصبح معضلة في صورة نجاحه أو حتى في فشلها. ظهر ترامب فجأة في المشهد السياسي الأمريكي عام 2015. كانت سابقة أمريكية وربما عالمية أن تكون أول وظيفة رسمية يشغلها في حياته هي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، عندما تسلم الرئاسة عام 2017. وما بين عهدين ومنصبين جرى ما جرى من سنوات تغير فيها العالم، بدءا من واشنطن وانتهاء بحروب لا تزال النار تشعل فتيلها في الشرق وشرق الشرق. وضعت حينها شعوب مخاوفها على طاولة رهانات عودة ترامب من عدمها، لكنه عاد، ولا يكمن الخوف في فوزه والمسار الغامض الذي سيتبعه، بل في جرأته التي لا يمكن التكهن بها، تحديدا في قضايا الشرق الأوسط، من نظرته لكيفية التعامل مع إيران وسلاحها النووي، أو مع الخليج وكيف ينظر إليه وإسرائيل في حربها المستمرة على غزة ولبنان. يراهن الجمهوريون على شخصية رئيسهم المركبة والجريئة بتطبيق وعود قاسية نطق بها من قبيل قتل مهاجرين غير شرعيين ممن قتلوا الأمريكيين. وعلى وقع تلك الجراءة لك أن تقيس المترقبين لشخصية الرجل المركبة بحسب وصف الإعلام الأمريكي. فالرجل القادر على أن يظهر في أوج حملته الانتخابية للرئاسة راقصاً لنحو 40 دقيقة تتفاجأ به لاحقاً عاملاً بمحل ماكدونالدز، وقبلها جريحاً برصاص قناص وسط الحشود، وملياردياراً أحاطت به فضائح التحرش والفساد، ومتهرباً من التجنيد ودفع الضرائب. رجل لا يستسلم أبداً، كما يردد دائماً، وسيبقى مثيراً للترقب منذ الساعة الأولى بعد فوزه.